أنا اسمي ماهر صالح من قرية زواتة، عمري 50 سنة، في هاي السنة السادسة مع مرض السرطان. بلش معاي المرض قبل 6 سنين، كنت متوجه للطبيب وللمركز التحليل وأنا 100 دواية ومئة شغلة في راسي، بين بين المعقول واللا معقول، بين وبين لا، بين شو بده يصير فيي وبين انه كيف بدي اتقبل اذا كان في عندي هذا المرض، كيف بدي اتقبل وكيف بدي اواجهه. هذا ابتلاء ومحنة من عند الله ولازم انا اتقبلها. وايمان، ايماني بحتمية النصر، ايماني بحتمية الشفاء، ايماني بحتمية المقاومة للمرض والصبر وقوة التحدي والإرادة. أنا هاي السنة السادسة هيكم زي ما أنتم شايفيني، السرطان بنهش في جسدي، وللعلم خلصت المرحلة الأولى، كان سرطان ثدي، انتهت بكل مقاومة إله بنجاح كامل، إلا أنه ربنا رد ابتلاني في أشياء ثانية. بعد 5 سنين من السيطرة الكاملة على المرض بالإشعاع والمراحل العلاج المختلفة لطبيعة مرض السرطان المتعارف عليها، كيماوي وإشعاع واستئصال، معروف هذا لكل مرض السرطان بنعطى، بس بتفاوت من جسم لجسم وبتفاوت من مريض لمريض النوعية وفترة العلاج. بعد 5 سنين هاي قبل سنة ونص تقريبا تبين نتيجة التحليل اللي عملناه بالمستشفى إنه رد انتشر السرطان الثدي القديم رجع، وكمان طلع 3 سرطانات ثانية في أجزاء، في الكبد طلع سرطان، وفي كمان في الرئة صار سرطان، وفي كمان في العظم صار سرطان، صارن 4 سرطانات. وفعلا أنا قاومتهن وعندي كان عندي القدرة إني يعني ما انهرش، ما استسلمش، احكي اضحك على حالي واضحك على الناس اني ما خفتش ايامها، ايام ما اكتشف ان الاربعه مع بعض هذول انهن هيهن بنهشن في جسمي وبنتشرن في الجسم كله. لا خفت، صابني الرعب، صابني الياس، لكن ايش الياس هذا يصيبك ساعه ساعتين 3 يوم وبعدها تشد من ازرك، تشد من عزيمتك وتنطلق لحياة جديدة ولمقاومة جديدة ومقاومة شرسة. زي ما هي بنهش في بشراسي لازم نفس الاشي انا انهشه بشراسي واقاومه بشراسي واتحدى بشراسي، وهذا اللي حاصل. قلت زي والله اللي خاطر اخذ هذه الجرة هذه واخذها واطلع برا فيها يا الله. حتى تكون ارقيله بين كل تخطيط بين كل تخطيط بدنا بربيش برا هنا زي حجر الدراك في السعودية. من البنت بربيش من السعودية في السعودية. بشتغل في شركة كهرباء الشمال، طبيعة عملي مدخل بيانات في الشركة، مدخل بيانات على الكمبيوتر اللي هو بسموه داتا انتري. مرضي دخل كل زاوية من زوايا حياتي، من زوايا بيتي، من زوايا شغلي مع زملائي بالعمل، كل جزء من مكتبي بتألم زي ما أنا جسمي بتألم قاعد. أنا بأخذ جلسة الكيماوي أيام يوم ما يكون في عندي جلسة الكيماوي وبظل بروحش على البيت، بظل طالع على دوامي على الشغل. المدير بصير يلطم على رأسه، شو جاي تعمل عندي؟ روح بدناش إياك في الشركة، بدناش إياك في الشغل. إلا إني أنا مصر أظل أشتغل وأظل مارس حياتي وطبيعة حياتي وطبيعة عملي وتحديدا شغلي، ما يتوقف ولا ثانية.
لآخر نفس بحياتي، لو بطلع حبي على الشغل إلا أوصل مكتبي وأوصل شغلي. مصر وبروح بشتغل لأنه طبيعة العمل وطبيعة الشغل هي حياة بالنسبة إلي، ولازم أظل مستمر فيها. لو بوصل حبي على الشركة مستمر في وصولي للشركة وبأداء عملي على أكمل وجه. علاقته في زملائه وفي العمل طيبة وكويسة ومحبوب في الشركة. ما بعد المرض في إشي بيميز أخونا ماهر، إنه يعني أعطانا رمز للصمود لمقاومة المرض. بيختلف عن كتير، يعني إحنا عنا يمكن يكون في حالات مرضية أبسط من هيك، مش بس عنا، في أي مؤسسة يمكن يهدها أي إشي أو نفسيا تتعب. هذا الرجل يختلف كليا وفاجأنا. طبيعي يعني مصابني مرض السرطان قبل 6 سنين، كانوا في يعني البنت الكبيرة كانوا بالتوجيهي وعلى أوج دخول الجامعة، إلا أنه بخلال فترة معاناة المرض هذه بال4 سنوات الجامعة خرجتهم، درستهم في الجامعة في جامعة النجاح وخرجتهم الأربعة كاملين، أربع شمعات هذول، كل شمعة تخرجت وتخرجوا بتفوق وكلياتهم أوائلهم من الأوائل على كلياتهم الأربعة، والحمد لله هذا رأس مال البني آدم في الحياة. أنا اسمي وعد صالح بنت ماهر صالح. أبوي طبعا مريض بالسرطان 4 أنواع، وأنا عملت له هاي طاقية مكتوب عليها أبوي قاهر السرطان، لأنه فعلا هو قاهر السرطان. عملتها كنا رايحين على ماراثون في رام الله، وعشان أميزه وأميز حالي عملتها وإجتني الفكرة. وكمان أنا بتعلم منه كل الإرادة والتحدي، يعني أنا كل قوتي قوة شخصيتي اللي شايفينها منه طبعا، وهو أملي بالحياة. وعنده مقولة مشهورة دائما بقولها: سأقاوم السرطان حتى أتذوق طعم الحياة. الرياضة فيها حياة، فيها رؤية، فيها حياة جديدة. وهي المدرج قدامنا هون، المدرج هذا بنيجي بنعمل فيه نشاط رياضي. احنا أسسنا فريق اسمه اركض للحرية من حوالي سنة إلنا في النشاطات هذه، والفريق كبر وصار له صدى إعلامي وصدى في المجتمع. قائدة الفريق لا ننسى جهدها، اسمها ولاء صبية من نابلس، اسمها ولاء أبو شلبك. الفكرة الإبداعية كانت من عندها، وهي اللي أسست المجموعة الصغيرة، الدائرة الصغيرة للفريق هاي، كنا أنا وهي وكمان 4-5 معنا. هو عبارة عن نشاط رياضي بنقوم فيه اسمه اركض للحرية. أنا ناشط مجتمعي، بشارك بكل فعاليات البلد الموجودة اللي بتصير في محافظة نابلس وحتى خارج محافظة نابلس، بطلع لها فعاليات اجتماعية، فعاليات سياسية، فعاليات أسرة، فعاليات حملات شعبية، فعاليات حملات مناصرة، حملات من كله بيجي بشارك فيها وبكون بالصفوف الأولى فيها. وجانب آخر أنا ناشط مجتمعي في المقاومة الشعبية كمسعف، أنا مسعف، عندي تدريب مسعف، أنا ضابط إسعاف في جمعية الإغاثة الطبية، متطوع طبعا، شغلي الطبيعي شغلي الأساسي في شركة كهرباء الشمال، إلا أن النشاطات هذه مع الإغاثة نشاط تطوعي. في الأيام تعرفوا أماكن اللي بصير فيها مواجهات ضد الجدار، ضد استيطان، ضد خلع زيتون، ضد كسر زيتون، ضد مستوطنين، فعاليات اللي بتصير في القرى القريبة من الجدار اللي بيعملوا فعاليات أسبوعية بشكل أسبوعي، مثل كفر قدوم، مثل النبي صالح، مثل بلعين ونعلين، المناطق هذه كلياتها اللي بتصير فيها المواجهات، إحنا أنا واحد بطلع على المواجهات هاي، وكنت أسعف وأنا بتعجز على العصاي.
الناس بتطلعوا وبيفكروا انه انت شو الله جابرك، بدك حدا يسعفك، رايح تسعف؟ لا، بدي حدا يسعفني ورايح اسعف. ونتيجه اسعافي لهذول المصابين اللي بتصابوا في 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 المسيرات وبنجرحوا وبتألموا، انا بكره ربنا بيشفيني وبيخليني وبيقويني على المرض اللي بنحش في جسمي داخل جسمي نتيجه اسعافي لهذول الناس. خلال هالست سنوات مع مرضى السرطان وجدت انه بحاجه لتاسيس جمعيه لدعم هذول المرضى ودعم اسرهم كمان. انا هذه المبادره وهي اطلقتها وقدمنا لها، اسمها الجمعيه الفلسطينيه لدعم مرضى السرطان، جمعيه شامله مش بس لمحافظه نابلس، على مستوى الوطن في معانا ناس مرضى سرطان موجودين في الهيئه التاسيسيه بالجمعيه من المؤسسين، في معانا ناس مجتمعيين مساندين بقضايا السرطان وقضايا مرضى السرطان، في معانا أطباء دكاترة، في معانا ممرضات، في معانا أخصائيين مختبرات، كل هذا النوع والتشكيلة هذه موجودة ومن كافة الجنسين سواء شباب وصبايا، كبار بالعمر وشباب صغار كمان، ومن الفئة العمرية الوسط. أجت فكرة هاي الجمعية من مبادرة ذاتية من أخ ماهر كونه بعاني من أربع أنواع من السرطانات، الثدي والكبد والرئة والعظام. ماهر بالنسبة للجمعية هو الحاضن الرئيسي إلها كونه بالفعل هو رمز للتحدي، هو بعطي أمل، لأنه للأسف إحنا بواقع مجتمعنا لما نسمع أي إنسان عنده سرطان بنصير نحكي يا حرام أجله قرب، يا حرام مش مطول. حتى كلمة سرطان إحنا بواقع مجتمعنا إحنا ما بنحكيها، فبنحكي المرض الخبيث أو بضل كمرة. لما انتشر السرطان في جسمي بالجسم كامل كتبت هذه الوصية. الوصية هاي مش عبارة عن ضعف، بالعكس عبارة عن قوة وعبارة عن رفع معنوية وعبارة عن إصرار وتشبث بالحياة. والوصية رايح أحكي هالسعيات جزء صغير منها اللي هي عبارة واحدة من بدايتها لمين موجهة وعبارة في نهايتها. هذه الوصية تحكي: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. زوجتي الغالية وسام ضراغمي، أبنائي أمل المستقبل، صبحي صالح وبكر صالح وإياس صالح، بناتي الحنونات وعد صالح ودعد صالح ومريم صالح. نتيجة استلام الخزعة والسرطان منتشر في كافة الجسم، أوصي أسرتي والأهل والأقارب والمؤسسات ذات العلاقة والمجتمع وزملائي بالعمل، ورايح وضمنت هذه الوصية في النهاية بعبارة هي لا تنتج عن ضعف، بالعكس بتعطي عطاء، روح العطاء اللي موجودة بداخلي، ولازم هذا روح العطاء يكون عند كل إنسان. هذه العبارة ضمنتها كالتالي: إن قدر لي النجاة فهي الحياة والولادة من جديد، وأنا أستحقها، وإن لم تقدر لي النجاة سوف أتبرع بأي عضو من أعضائي لمن يحتاج لأوهب له الحياة، وأن اليد التي تعطي لا تموت. ماهر صالح، قاهر السرطان وصانع الأمل.